دلوقتي ان شاء الله معانا قائد كشفي لذيذ معظمنا عارفينه، وبيحب يالف، بيحب يشعر، بيحب يقول حاجات كشفيه، حاجات وطنيه، حاجات رومانسيه عاطفيه. بس هو بالمناسبه دي اتمنى ان هو يظهر مع حضراتكم ويسمعكم حاجه هو عملها، واتفقنا معاه. اهلا وسهلا بيه القائد علاء. اتفضل يا فندم. اتفضل يا حبيبي. اتفضل السلام عليكم. ونستأذنكم في وجود القائد علاء باسم يعني الفرع، يعني نقدم حاجه بسيطه كده لحضراتكم، ارجو تقبلوها منا يعني نبحه كده بسيطه من الفرع. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكشافه البحريه بالجيزه بترحب بكم الاستوديو كصحابات مكان، وبهذه المناسبة بدل يعني نفس حضراتكم محمد علاء الدين ده اسمي الوحدي مولود يوم ولد النبي أبويا الله يرحمه سماني محمد علاء الدين، وأخويا الكبير العميد عامر مشارك حد الطوبة من أبطال حد الطوبة، متواجد في نادي كشافة من 20 سنة بفضل الله. بفضل الله مديني لقب قائد بالفكر بفضل الله. أنا عامل حاجات كتير للكشافة وحاجات وطنية وحاجات. بالمناسبة دي هسمعكم أغنية بعملها في 2009 والتلفزيون المصري صورها مني هنا، أغنية بعنوان وطني يعني وطني. كل شيء ولي بداية وانت بداية التاريخ، انت يا مصر منارة انت للعالم طريق. كل شيء ولي بداية وانت بداية التاريخ، انت يا مصر منارة انت للعالم طريق. ده المصري كان في عصره بهر العالم بآثاره، ده المصري كان في عصره بهر العالم بآثاره. شفت هرمه شفت قصره عندنا أعظم تاريخ. اسمك جوا كياني من غيره ايه عنواني، يا مصري لو سألوني ساكنة في وجداني. اسمك جوا كياني من غيره ايه عنواني، يا مصري لو سألوني ساكنة في وجداني. والله يا مصر اسمك جوا كياني، والله يا مصر ساكنة في وجداني، والله يا مصر اسمك جوا كياني، والله يا مصر ساكنة في وجداني. اسمك 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 جوا كياني، فيكي كان ميلادي ومعاكي حتى مماتي، فيكي كان ميلادي ومعاكي حتى مماتي. والله يا مصر اسمك جوا كياني، والله يا مصر ساكنة في وجداني، والله يا مصر اسمك جوا كياني، والله يا مصر ساكنة في وجداني. اسمك 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 جوا كياني، والله يا مصر يا عالية. القائد علاء طبعا على الاغنيه الجميله. كل واحد بيعبر عما بداخله، يعني هو جواه نزعه وطنيه، نزعه قوميه، نزعه مصريه خالصه، وهو بامانه ربنا على سبحانه وتعالى. يا فندم ما اقدرش اساعدك كشاف العروس، ما تنسيش
بس بقول كلمتين في حق الراجل يعني عشان هم بيعملوا كده. مقدمي البرامج يمكن حد يكتشفني من اللي قاعدين دول، ابقى مقدم برامج ولا حاجه يمكن تكتشفني، بغني وبقلد وبصور وبقدم بعمل كل حاجه ولا ايه؟ انفع؟ شفتي؟ اصبري عليا. التلفزيون فشل من شويه. اصبري عليا شويه. بعد اذن حضراتكم بنشكره طبعا على مجهوده وعلى قد ما قدرته قدر يقدم لنا ايه وعبر عن جواه، وهو طبعا اكيد هو سعيد باللي عمله، وارجو تكونوا استمتعتوا ايضا وسعدتوا باللي عمله.